وربنا مش هيتوب علينا من السلم ده بقى. على المواعيد الرسمية. ليه؟ بصراحة يا أبلة أصل البطيخة كانت تقيلة قوي وأنا قعدت أستريح على السلم. المرة دي سماح، المرة الجاية الراحة تبقى هنا في عش الجنة، مفهوم؟ حاضر يا أبلة، آخر مرة والله. طب يلا بقى يا حلو، اقلع هدومك وحصليني على المطبخ. خايف كده يا أبلة؟ أخي يعني مين تلاميذ اليومين دول؟ الله يا أبلة، دقيقة واحدة. بقول إيه يا أبلة؟ ها؟ كمان واحدة والنبي. الله يا أبله، من ده كل يوم والنبي يا أبله.